تفاصيل معمارية مختلفة للمسجد النبوي الشريف بين القباب بين المآذن في كل توسعة كان هناك إضافة جميلة. نتحدث على المساحات، على الجودة، على استخدام الرخام حتى في الأرضيات. التوسعة السعودية فيها كثير من التفاصيل سواء في الأولى أو حتى في الثانية، ولا زالت المملكة العربية السعودية تولي الحرمين الشريفين المسجد النبوي الشريف كما هو مسجد الحرام بمكة المكرمة كثير من الاهتمام لتظهر هذه الحرمين الشريفين بهذا الجمال اللي يشاهده الجميع في كل أنحاء المعمورة. جاء عهد الدولة السعودية المباركة، فكانت ثلاث توسعات عظمى وكبرى لهذا المسجد المبارك، إيمانا بالقيادة حفظها الله ورحم الله من مات منهم، بأهمية الحرمين الشريفين وتأثيرهما في العالم الإسلامي. وجه الملك عبد العزيز للأمة الإسلامية بأنه سيقوم بتوسعة شاملة للمسجد النبوي، وهي التوسعة السعودية الأولى التي أتمها من بعده جلالة الملك سعود يرحمه الله، ثم بعد ذلك جاء الملك فيصل وعمل توسعة في الجهة الغربية، توسعة مساحة وليس عمارة، ثم الملك خالد كذلك أضاف ساحات للمسجد النبوي. الملك فيصل جعل 80 مظلة في الجهة الغربية، الملك خالد جعل غفر الله له ورحمه واسكنه في فسيح جناته مواقف للسيارات ودورات مياه أضافها. ثم جاء عهد الملك فهد رحمة الله عليه عام 1405، فكانت التوسعة العظمى ليس من ناحية المساحة فقط، إنما حتى من ناحية ما استخدم في هذا البناء وهذا العمار، العمارة من أدوات ومن أجهزة وآلات تم وضعها في هذا المسجد المبارك، توسعة شرقية وشمالية وغربية. ثم جاء الملك عبد الله الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة، وأمر بتوسعة عظمى. طبعا كان في مرحلتين، المرحلة الأولى اللي هي إضافة المظلات للساحات ووضع المراوح، مراوح الرذاذ في الساحات، ثم أضاف مساحة مقدارها 37 ألف متر في الجهة الشرقية. ثم في عام 1433 أمر بتوسعة شاملة للمسجد النبوي تتسع في مرحلته الأولى لقرابة 800 ألف مصلي، وفي المرحلة الثانية إن شاء الله ل 800 ألف مصلي. جاء عهد الملك سلمان متعه الله بالصحة والعافية، فتابع هذه التوسعة اللي هي توسعة الملك عبد الله، تابع اعتماد ما يتعلق بالأمور المالية، ما يتعلق بالأمور الهندسية حتى تتم هذه التوسعات، وهو حفظه الله يتابع التقارير التي ترفع إليه، وكذلك يتابعها من خلال زيارته المتكررة للمدينة سنويا، يتابعها ويتابع مشاريع المسجد النبوي على وجه الخصوص وبقية المشاريع في المدينة على وجه العموم.
لا تستغرب اهتمام الدولة بالحرمين الشريفين، فيكفي أن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمة الله عليه عندما نزع الاسم العظيم والعظمة واتجه إلى أنه يكون خادم للحرمين الشريفين، من هذا المسمى تعرف مدى اهتمام هذه الدولة المباركة بالحرمين الشريفين. هذا يدل على الاهتمام القيادة الحكيمة بشؤون المسلمين عموما وبكل ما يتعلق بالحرمين الشريفين. أشهد أن